على مدى 3 أيام بحث روائيون ونقاد قضايا متصلة برواية نسائية في العالم العربي خلال ملتقى نظمته جمعية المقهى الأدبي بوجدة. المشاركون في الملتقى العربي الرابع للرواية الذي نظم تحت عنوان الرواية النسائية في الوطن العربي الأصل والامتداد تداولوا بشأن مواضيع تتعلق بخصوصية الرواية النسائية والرواية النسائية ومبدأ التغيير والرواية النسائية بين الواقع والمتخيل والسرد التاريخي في الرواية النسائية في الوطن العربي. أن الرواية النسائية أصبحت تشكل منطلقا أساسيا في الإبداع لما تشكله المرأة أساسا في اعتمادها على الحكي والسرد أساسا، ثم اعتمادها على اللغة الواقعية واللغة المتخيلة من انطلاقا مجموعة من الأحداث، مجموعة من المتخيلات الروائية. المرأة العربية خرجت من العتق الفكري وخرجت من الحصار الذكوري وكونت لذاتها وشخصيتها وقيمتها الاستقلالية في فن الرواية ومختلف الفنون الأخرى. هذه التظاهرة الثقافية التي تندرج في سياق الاحتفاء بوجدة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2018 شهدت مشاركة روائيين ونقاد قدموا من عدد من الدول العربية. على هامش الندوات المتخصصة جرى تنظيم معرض للكتاب، كما تم تكريم عدد من الكتاب المكرسين والمبدعين الشباب، فضلا عن إقامة ورشات في فن السرد بمشاركة أساتذة أكاديميين.